قال مراسل الجزيرة مباشرة إن اشتباكات عنيفة تجددت الجمعة بين الجيش والدعم السريع في محيط القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم. ونقلت الجزيرة عن مصدر عسكري في الجيش السوداني قوله إن الجيش أسقط مسيرة حاولت الهجوم على مقر القيادة العامة للجيش أمس. في المقابل قالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت طائرة حربية من طراز ميغ تابعة للجيش السوداني. وقتل شخص وأصيب آخرون في معارك بين قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض في ولاية كردفان في أول اشتباكات من نوعها منذ اندلاع الاقتتال في السودان. هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وأمدرمان وولاية الجزيرة مظاهرات داعمة للجيش السوداني فيما سمي بجمعة الغضب، وانطلقت مظاهرات تحت شعار جيش واحد شعب واحد. رفع المتظاهرون خلالها لافتات مؤيدة للجيش ومنددة بممارسات قوات الدعم السريع ورافضة للتفاوض معه. للحديث حول تطورات الأحداث في السودان نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي عادل الباز. سيد عادل مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. سيد عادل، يعني هذه الاشتباكات التي تحيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني، كيف تقرأها؟ هل يعني ذلك تقدم طرف على طرف؟ ليس هناك الاشتباكات في محيط القيادة أو محيط العصر، هناك طائرة مسيرة أرسلت من بعيد وتحاول أن تضرب مقر القيادة العامة وتم التعامل معها، ولكن ليس هناك اشتباكات عسكرية في محيط القيادة أو محيط الغسل، لأن دائرة التأمين حول القيادة اتسعت أكثر من 2 أو 3 كيلومتر وأصبحت مؤمنة تماما، ولم نسمع يعني تلك الأصوات التي كانت تتحدث عن معارك في محيط الغسل ومحيط القيادة، انقطعت تماما. الآن التمرد يقاتل في ضواحي الخرطوم وليس في وسط الخرطوم كما كان في السابق. نحن نتحدث عن سلاح نوعي مسيرة، وكونها تستهدف مقرات الجيش فهي تابعة للدعم السريع. من أين حصل الدعم السريع على مسيرات سيد عادل؟ الدعم السريع له امتدادات خارجية وله دول تدعمه داخل الإقليم وخارج الإقليم، ومعلوم تحالفه مع فاغنر، وكل هذه الجهات باستطاعتها أن توفر مسيرات هي ليست معقدة، بعضها يصنع داخل السودان يعني. ولذلك أعتقد أن يسير على الدعم السريع بما يملك من موارد ويملك من علاقات في الإقليم أن يحصل على مثل هذه المسيرات، هي غير فعالة بشكل كبير يعني، هي مسيرات بدائية يعني وليس يعني مسيرات متطورة. يعني لو كانت المسيرات تصنع داخل السودان لكنا يعني شاهدنا سماء الخرطوم كلها مسيرات منذ اللحظة الأولى، يعني الدعم السريع منذ اللحظة الأولى كانت نقطة ضعفه هو أنه لا يمتلك طيران، لا يمتلك ما يشغل به السماء. ظهورها في هذا التوقيت تطرح أسئلة، كيف وصلت؟ هي ظهرت من قبل، ظهرت قبل شهر تقريبا وتم استخدامها في الاستراتيجية، ضرب المدافع أمام الاستراتيجية، استخدمت في أكثر من موقع ولكن لم تكن بتلك الفعالية الكبيرة يعني. الجيش السوداني في منظومة الدفاعات الصناعية أنتج مسيرات، صحيح هي ليست متطورة ولكن بعض المسيرات أنتجت داخل السودان. نعم، يعني واحدة من أهم الأخبار التي قرأناها اليوم هي خروج مظاهرات داعمة للجيش في هذه الحرب تحت شعار جيش واحد شعب واحد. هذا تطور لافت في الأمور، الشعب السوداني الذي يعاني منذ بدء هذه الحرب بين تهجير وتشريد وحصار وغيرها من النقاط، اليوم يخرج بعضهم في مظاهرات. كيف قرأت هذه التظاهرات وما الذي يمكن أن تسهم به؟
أنا أعتقد أن ذلك يعني ما حدث اليوم في الخرطوم هو جسارة كبيرة جدا من المواطنين اللي خرجوا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يتربص فيها المتمردون بكل شخص داعم للجيش. لكن هي في تقديري جوهر هذه المظاهرات هي رسالة للقوات المسلحة أكثر منها ضد الجنجويد، وهذا معلوم أن كل الشعب السوداني تقريبا ضد ما تقوم به قوات التمرد، ولكن مظاهرات اليوم هي رسالة إلى القوات المسلحة. كان الحديث كله حول الضرب الهاون، حول تصفية التمرد، حول كده، وذلك الرسالة هذه للجيش. هذه المظاهرات أوصلت رسالة واضحة للجيش أنه لا للهدن، لا للتفاوض مع الجنجويد، نريد عاصمة خالية من الجنجويد. وكل هذه الأصوات التي يعني في شهدت في كثير من مناطق العاصمة تدل على أن الشعب أرسل رسالة واضحة أن التعامل مع التمرد هو تعامل ينبغي أن يتجه إلى القضاء عليه والانتهاء من هذه العملية بأقصى سرعة. لا للهدن ولا للتفاوض مع الجنجويد، نريد عاصمة خالية منهم. سأعود إليك بخصوص هذه النقاط واللقاءات الجديدة، ولكن دعنا نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر هاتف من لندن، السيد عمار حمودة، القيادي بالتجمع الاتحادي والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج. سيد عمار، مرحبا بك. سيد عمار، يعني ضيفي في الاستوديو يقرأ تظاهرات اليوم أو يقرأ الرسالة من تظاهرات اليوم الداعمة للجيش تحت شعار جيش واحد شعب واحد، بأنها تطالب الجيش بألا يدخل في هدن وأن يحسم هذا الصراع ويحسم هذه المعركة وألا يتفاوض، وأن المواطنين السودانيين يريدون عاصمة خالية من الجنجويد كما سماهم ضيفي. أنت كيف تقرأ هذه التظاهرات؟ مرحبا بك وبضيوفك الكرام. رحمة للشهداء، ونرجو أن تزال الغمة ويقف سلسال الدم السوداني المسفوك في كل ولايات السودان. طبعا هذه مسألة غير أخلاقية أساسا حينما نقول لا للهدن ولا لوقف الحرب، وأننا سوف نذهب في هذا الأمر حتى نهاية التمرد أو خلافه من الأمور. هذه الأمور نحن في السودان سمعناها مرارا، ليس فقط في آخر حرب يخوضها الجيش السوداني، ولكن في حروب كثيرة، ولكنها انتهت إلى عكس ما كانت، وفقط جنينا أننا أصحاب أطول حرب أهلية، وهذا أمر مؤسف جدا. مسألة أن الشعب يقول لا للهدن، أنا لا أعتقد أن ذلك هي الحقيقة. معظم الشعب السوداني لا نستطيع أن نستنطره في أجواء الحرب هذه ليقول رأيا سياسيا مدنيا. هذه بيئة عسكرية يتم فيها تجيش الناس أو دفعهم نحو التجيش، نحو أن يشتركوا في هذه الحرب لتكون حرب أهلية، ليست فقط تخاض عبر الجيوش النظامية أو خلافه، وإنما لإدخال المواطن السوداني في أتونها وفي تناقضاتها، وربما تكون هناك دعوات لحمل السلاح وغيره. هذه الحرب يجب أن تقف أساسا حتى أن هذه المظاهر، الأمور الكثيرة، الانتهاكات غيره تقف معها. نحن ندين كل أشكال التعدي على المواطنين على أي ممتلكات، ولكن هذا لا ينسينا من أن سبب هذه الأمور كلها هو اندلاع الحرب، ولذلك وقف الحرب هدف أساسي. هل يمكنك سيد عمار أن تسمي من الذي يعتدي على ممتلكات المواطنين تحديدا، حيث أن هذه النقطة نقطة خلافية، يعني عندما يتم مناقشتها بشكل سياسي تبدو خلافية جدا، بينما عندما نقرأ مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أن هناك انحيازات واضحة. من الذي يعتدي على ممتلكات المواطنين؟ هذا الأمر قولا واحدا، أن أي جهة تعلن سيطرتها على أراضي تقع عليها المسؤولية ولو لم ترتكب هذه الأمور. إذن الدعم السريع في مناطق انتشاره هو المسؤول وهو المدان عما يجري فيها. الجيش في مناطق نفوذه والأماكن التي يتحكم فيها هو المسؤول وهو المدان إذا حدثت فيها أشياء. إنما نستطيع أن نقول من واقع المشاهدات أن معظم هذه الأمور تأتي في مناطق سيطرة الدعم السريع وبمنسوبين للدعم السريع.
هذه مسألة واضحة ومدانة بدون أي يعني قولا واحدا، بدون أي تردد في هذا. مسألة التعديات هذه مسألة خطيرة لأنها تصيب المواطنين بشكل مباشر، لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب الدائرة ما بين الحلفاء سابقا والمحتربين حاليا، وأنهم وقود لهذه الحرب. هذه مسألة يؤسف لها، ولذلك كما ذكرت حديثنا الأساسي وأنه يجب أن تتوقف هذه الحرب حتى تقف هذه الويلات والانتهاكات وغيرها من ما تجره الحروب التي نعلمها في سوداننا هذا. في معظمها كانت بنفس الوحشية ونفس الأساليب، لأن الذين يفعلون ذلك هم نفس الفاعلة، فعليه فقط هي الآن على مرأى ومشهد، ربما في العاصمة. هذه طبعا هذه مسألة كبيرة، ولكن هي نفس الأفعال وذاتها التي كانت تحدث في مناطق أخرى من مدن السودان، إنما الآن هي تحت الإعلام وفي عاصمة البلاد. نعم سيد عمار، أنت وصفت رؤية ضيفي لهذه التظاهرات بأنها لا أخلاقية، ويعني لضيفي الحق في الرد على ذلك، هو وصف ما قلته بأنها لا أخلاقية. أنا أحب هني الأخ عمار لشجاعته، لأنه لأول مرة أنا أستمع شخص من التجمع الاتحادي يخرج ويدين ممارسات الدعم السريع. هذه نغمة جديدة وظهرت بعد أن بدأ المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تدين الأفعال البشعة التي ترتكبها المتمردين. أنا أحيي عمار على كل حال على هذا الموقف. أما أن أنا لا أعرف ما عدم الأخلاقية أين هنا، مسألة رفض الهدن ورفض التفاوض. المواطن السوداني بحاجة إلى هدنة، بحاجة إلى مساحة، بحاجة إلى وقف العنف. كل الهدن، من احترم الهدن؟ هل احترم المتمردين الهدن؟ في أثناء الهدن يرتكب المتمردون أبشع الجرائم، يغتصبون النساء، يدخلون البيوت، ينهبون، يفعلون كل الانتهاكات الممكنة وبشهادة منظمات دولية. الجهة الراعية للهدنة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عندما تم اختراق الهدنة التي قبل الأخيرة قالوا بشكل واضح في بيان، وحملوا بشكل واضح في هذا البيان الطرفين مسؤولية اختراق الهدن، وقالوا إن الطرفين اخترقوا الهدن. وهذه جزء من الأسباب التي جعلت السودان يعلق مباحثات جدة، لأن الوساطة لم تكن عادلة، لأنهم يعرفون تماما، وقعوا على أن يخرج الدعم السريع من بيوت المواطنين، يخرج من المستشفيات، يخرج من الأعيان الحكومية، ولم يفعل ذلك. ولذلك إدانة الطرفين أو المساواة بالطرفين في الانتهاكات كما حاول أن يشير عمار إلى ذلك الآن، هي أنا أفتكر مجرد خدعة يعني. وهذا هو العمل الغير أخلاقي، أن تدين طرف لم يغتصب، لم يرتكب جريمة في مناطقه أو في أي منطقة من السودان، وتترك طرف آخر هو الذي يرتكب الجرائم ويصورها، يصور اغتصاب النساء، يصور كسر البنوك، يصور النهب، يصور كل شيء بيديه، ثم تأتي وتقول أن هذا طرف مساوي للطرف. إذن الاتهام باللا أخلاقية من كلا الطرفين أو من كلا وجهتي النظر. معنا عبر الهاتف من الخرطوم السيد هشام الشواني الناطق باسم تحالف نداء أهل السودان. سيد هشام مرحبا بك. سيد هشام، هذا الجدل الدائر، الدعوة إلى أو دعوة الجيش إلى عدم الدخول في هدنة أو تفاوض وضرورة حسم المعركة، يعني وإلقاء تهمة اللا أخلاقية من جانب الطرفين، من يدعو إلى هدنة يقال له هذه دعوة لا أخلاقية، ومن يقول لا للهدنة فهو برضو كذلك يقال له نفس الشيء. لماذا لم يحسم الجيش هذه المعركة إن كان قادرا على ذلك؟ ولماذا تستمر المعركة لثلاثة أشهر؟ وما هو مصير المواطن السوداني في ظل هذه الأوضاع؟ مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. أولا يجب أن يكون الحديث واضحا. في المقام الأول، هذا الشعب السوداني اللي هو يكتوي بنار هذه الحرب، غالب هذا الشعب السوداني بنسبة ساحقة يقف مع الجيش السوداني ضد هذا التمرد، ويسمي هذه الحرب تمردا. هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، هو يرغب في أن يأتي صباح يوم غد وقد انتهى هذا التمرد وانتهت معه الحرب وحكم التمرد، بمعنى أن الرأي الشعبي، رأي هذا الشعب السوداني، هو أنه يربط مسألة وقف الحرب بإنهاء التمرد، ينظر لها كعملية واحدة. وهذا موقف وطني، موقف سليم، موقف صحيح.
هناك فئة بسيطة معزولة غير ليست ذات صوت شعبي وليس لها وجود تنادي بطريقة ما مفهومة ولا يعني تبدو وكأنها طريقة غير عملية لوقف الحرب. وهؤلاء أصلا بالنسبة لكثيرين هم متورطين في هذه الجريمة وهم داعمين سياسيين لهذا التمرد. يبقى نحن عشان نكون واضحين ننظر لهذه الحرب كجزء من شيء فرض على الشعب السوداني. ما في حد يرغب في الحرب، ما في إنسان يحب الحرب. الحرب لها ويلات ولها انتهاكات، ولكنها فرضت على الناس. جاء يوم 15 أبريل وقد خرج هذا المتمرد حينتي لينال السلطة ويحاصر القيادة العامة، ثم حين فشل مخططه حول الحرب لعملية شاملة يضغط على الجيش السوداني بالانتهاكات ويحتل بيوت الناس ويطرد الناس. هذا في جانب الشق الأول، واليوم خرج الكثيرون يؤكدون هذه الحقيقة. ونحن حقيقة ندعو كل القوى السياسية وبعض الناس الموجودين خارج السودان ممن نعلمهم من أصحاب المنظمات المجتمع المدني، ندعوهم أن يتخلوا عن تشكيل غطاء سياسي للدعم السريع. كفاية تشكيل غطاء سياسي للدعم السريع عبر لافتة مضللة كاذبة تسمى لا الحرب. طيب بعيدا عن هذه النقطة سيد هشام، أنت تقول أن الشعب السوداني يريد إنهاء هذه الحرب، ولكنك تحدد الطريقة هي بإنهاء التمرد. يعني هناك مطالبات كثيرة منذ بداية الحرب بوقف الحرب وبلال الحرب نحن نتابعها جميعا. هل تقول لي فعلا أن المواطنين السودانيين الذين يقتلون وتنتهك حرماتهم والذين تتعرض نسائهم للاغتصاب لديهم رفاهة أن يختاروا بأن تنتهي هذه الحرب عن طريق إنهاء التمرد والتي استمرت لثلاثة أشهر لا عن طريق الهدنة أو التفاوض؟ بالطبع هؤلاء هم أصحاب القضية ويعلمون جيدا أن من يغتصب نسائهم ومن يطردهم من البيوت ومن احتلها هو الدعم السريع. هذا أمر لا يحتاج لأي مجمجة ولا يحتاج لأي لجلجة. نحن نرى كثيرون يعني يتأخروا في إدانة الدعم السريع، وقد تأخروا. لك أن تعلمي أن لجنة أطباء السودان لم تدن الدعم السريع ولم تصرح بأن الدعم السريع قد اغتصب النساء إلا في هذا اليوم الذي نتحدث فيه في هذه القناة. اليوم فقط خرج بيان بعد 70 يوم لأول مرة، ونحن نحيي هذا الموقف. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. والآن متحدثك وضيفك الكريم، هذا مفهوم وفقط نقطة واحدة. إن كان كل شعب سوداني كما تقول يؤيد هذا الموقف، وإن كان كل الشعب السوداني كما تقول أو غالبات الشعب السوداني كما تقول بعيدا عن تلك الفئة المعزولة يؤيد موقف عدم التفاوض وعدم الدخول في هدنة وإنهاء هذه الحرب الإنهاء على التمرد، أليس ذلك كفيلا بتقوية موقف الجيش السوداني وجعله ينجز هذه المهمة؟ سيدي نحن أمضينا ثلاثة أشهر، يعني إن كانت طويلة على دعم الأطباء فهي طويلة كذلك على قدرة الجيش وإنجاز الجيش لهذه الحرب. نعم بالطبع، هذا جانب آخر. الشعب السوداني يثق في الجيش السوداني. نعم نحن نشعر بأن هذه الحرب قد طالت، وكما ذكرت لك نرغب حقا في أن نراها قد وقفت ومعها حسم هذا التمرد. ولكن للحقيقة أن هذا إذا كان البعض يرغب في رؤية وفي أمنية أن لا يكون هناك تمرد بسرعة عاجلة، فعلى الجيش أن يستخدم القوة المميتة والقوة القصوى. وهذا أمر قد لا يبدو يعني مناسبا لمدينة الخرطوم ولبنيتها وللمواطنين الموجودين فيها. هذه حرب معقدة. الجميع يعلم أن هذا التمرد حين بدأ في يوم 15 كانت أعداده برقم مضبوط من خلال تقارير كثيرة تتراوح ما بين 70 ألف إلى 80 ألف جندي مقاتل من الدعم السريع. الآن الموجودين في الخرطوم قد لا يتجاوزوا 10 ألف، ولكنهم بمثابة عصابات خطرة لها دوافع في البقاء داخل الخرطوم من حيث الغنيمة ومن حيث النهب والسلب وتحتمي بالمواطنين. هذه معركة خطرة على أي جيش محترف في العالم، وهذه المعركة تحتاج الوقت. هذه المعركة تحتاج الوقت، علينا أن نعي ذلك. هذا الوقت يكلف الشعب السوداني كثير سيد هشام، ولكن شكرا جزيلا لك على هذا الطرح. سيد هشام الشواني الناطق باسم تحالف نداء أهل السودان كنت معنا عبر الهاتف، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي سيد عمار حمودة. سيد عمار، أنت استمعت ما يقوله ضيفي بشأن مسألة وقف الحرب والدخول في هدنة وما إلى ذلك، كيف تنظر إلى هذه الرؤية مرة أخرى؟ بداية ذكر المتحدث بأن لأول مرة يسمع بإدانة لقوات الدعم السريع. لا،
التجمع الاتحادي غيره من مكونات الحرية والتغيير أدانت تصرفات كثيرة جدا للدعم السريع وليس اليوم. أما محاولة إظهار أن هذا حدث الآن فهو لا يغير كثيرا من حقائق أن الموقف المواقف اللا أخلاقية في الحرب قد تمت إدانتها. التجمع الحرب التي فرضت، من الذي فرض الحرب؟ هؤلاء الجنرالات حتى يوم 13 أو 14 من أبريل كانا معا وكانوا يتحدثون عن المدنيين بأنهم يتدخلون حينما يقولون بجيش نهائي واحد موحد و وطني وبعقيدة جديدة. كانوا لا يحترمون حتى إبداء المواطنين للآراء حول المؤسسة العسكرية أو المكون العسكري ويتحدثون عن أن هذه القوات من رحم الشعب. حينما اختلت المعادلة وقامت الحرب في ظرف يوم واحد يريدون من الجميع أن يلغوا عقولهم وكل شيء وأن يسيروا في ما نصوه من رواية بأن هناك تمرد قد تم وغيره، هذا تكالب على السلطة ما بين جنرالين مختلفين في نفس المؤسسة العسكرية التي هي كانت تحكم. بالمناسبة والتذكير حتى متحدثيك أن الحرية والتغيير هي جسم سياسي منقلب عليه حينما كانت في الاتفاق الإطاري، هي قوة خارج الحكومة يعني ليس لها تأثير حكومي ولا تملك جيوش. فبالتالي هذه المسألة، هذه المغالطة التي يقال عنها كل مرة هي مغالطة رجل القش الشهيرة بأن تصنع خصم وأن تتهمه ثم تثبت عليه الاتهام ثم بعد ذلك تدينه وتريد أن تسوق مثل هذه الأقاويل. الشعب السوداني يعلم من الذي يقومون ومن الذين يؤججون نار هذه الحرب، ليس فقط اليوم وإنما طيلة الفترة قبل أن تقوم الحرب. الذين كانوا يتحدثون عن الحرب، الذين نعم يا سيد عمار، ولكن إن اتبعنا هذه المنهجية في سيد عمار اتبعنا هذه المنهجية في تحليل الأمور سيخرج من يقول لك الآن أنتم الحرية والتغيير المجلس المركزي كنتم بشركاء لهذه المجموعة العسكرية للجنرالين قبل انقلاب أو ما تسمونه بانقلاب 25 من شهر أكتوبر، ثم بعد ذلك أنتم الحرية والتغيير المجلس المركزي ذهبتم وجلستم على طاولة المفاوضات في عملية سياسية مرة أخرى مع الجنرالين. ليس فيها مشاركة، هذه مسألة أساسية في الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري يغلق على خروج المؤسسة العسكرية من الشأن السياسي، ليس كقبلها مما كان قبل انقلاب 25 أكتوبر. لقد جربنا أن يكون هناك مكون عسكري في السلطة ومكون مدني. حينما انتهت المدة التي كانت ممنوحة لرئاسة العسكريين لمجلس السيادة قاموا بالانقلاب ولذلك فشلت، ولذلك الطرح داخل الاتفاق الإطاري ليس فيه شراكة قولا واحد، ليس فيه شراكة، وليراجع كل النصوص التي قالت بذلك. أنا كما زعمت الذين يحاولون أن يجعلوا من الحرية والتغيير ظهير سياسي لخصمهم الذين الآن لا يصطفون معه، قبل فقط أسابيع كانوا لا يحتملون أن نقول أنه يجب أن يدمج في الجيش وأن فكرة الجيش الواحد كانوا يعتبرونها تدخلا في الشأن العسكري والأمن. وضحت فكرتك سيد عمار، يغلبون. نعم وضحت فكرتك سيد عمار حمودة، شكرا جزيلا لك القيادي بالتجمع الاتحادي والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، لك جزيل الشكر. إلى ذلك تظاهر المئات من العالقين السودانيين والأجانب أمام مباني القنصلية المصرية بوادي حلفة شمالي السودان لمطالبة السلطات المصرية بإلغاء تأشيرة دخول أو بإلغاء تأشيرة دخول أراضيها، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، ورفع المحتجون لافتات تطالب بتسهيل إجراءاتهم. فلنتابع. أطفالنا في الشوارع، رجعنا الكبار في الشوارع، أطفالنا الحريم الكبار في الشوارع، المرضى المعاغين في الشوارع، المريض ما بيتأشر غير نفسه، المرافق ما معه، الأم بيقسموها من أطفالها. نحن دار نعرف، أنا عندي 8 أطفال، 7 أطفال، باقي أطفالي حيمشوا وين؟ أخواني الكبار حيمشوا وين؟ المرضى حتمشوا وين؟ الناس المريضة الواقعة في الشارع اللي بتشنج قدامنا. نحن جينا من حرب ورجعنا لحرب، حرب أشد من الحرب اللي كنا فيه. الحرب ده كان بيقتلونا لكن هنا الحرب بطيء. نحن بنعاني والشعب بيعاني، الشعب السوداني كله جه حلفة بعاني، الناس كلها متأزمة في التأشيرات، الناس نايمة في الشوارع، الناس بتموت في المعابر، الناس بقت زي ما بيقولوا ضاقت بيها، الناس بقت ما لاقي أكل، ما لاقي مصاريف، ناس بقت تشحت في الأسواق. وجينا من بدري يعني ولا الليلة ولا أمس، تمام؟ ولا الأزال نحن قاعدين في الشارع، ناس القنصلية ما عندهم لنا ضل، ما عندهم لنا حمامات، نحن بنجي من الصباح ما فيش حد قاعد بدون مواقع زي سير ولا حاجة. أنا اتحركت الأسبوع اللي قبل اللي فات، وصلت هناك قريب للمسار هناك كويس، وخشينا لغاية القاهرة كويس، ومعايا الجماعة ذاتهم خشينا جوا، ومعايا دكاترة خشوا جوا.
كويس. بعد دقامه بعد ما خلاص التيرويون عملوا لنا على حسب انه انتوا يخشوا، بعد ده قالوا لا ترجعوا انتوا تعملوا لنا تاشيره هناك. والله معانا اطفال يقوموا يعملوا لنا تاشيره المصريين. نحن لينا هسه 14 يوم مش حاططين، نمشي كل يوم يقول امشوا وتعالوا، امشوا وتعالوا كل يوم. من احنا انا وبناتي دايما من الصباح لحد المساء بنكون قاعدين وما في حاجه جديده. عودوا لك سيد عادل. سيد عادل، لا للهدنة ولا للمفاوضات، ويجب أن ينهي الجيش هذا التمرد. هذه واحدة من صور المعاناة التي يعانيها المواطن السوداني مشردين تقريبا أمام السفارات وغير حتى قادرين على العبور عبر مصر منذ أن قررت ضرورة استحضار التأشيرة. كيف تعلق على ذلك؟ صحيح، الشعب السوداني كله يعاني هذه المعاناة، يعني فرضت على الشعب السوداني بتمرد من داخل الدولة لغوات صرفت عليها الدولة ونمتها و يعني فعلت لها كل شيء فانقلبت عليها وتمردت. هذه الغوات التي ترتكب هذه البشاعات في الشعب السوداني، تخيلي لو أنهم حكموا، تخيلي لو أن الجيش لم يقم بالرد على هذه الغوات وترك لهم الحبل على الغاري واستولوا على الدولة، كنا سنعيش لعشرات السنين تحت هذه العصابة التي تقتل وتنهب وتغتصب النساء. هذا الثمن الذي يدفعه الشعب السوداني اليوم فداء لأجيال كثيرة قادمة أنها تعيش في أمان وتعيش في سلام، لأنه إذا تمكنت هذه العصابة بالدعم الإقليمي والدولي الذي نشاهده الآن. سيد عادل إنهم جاءوا عن طريق الدولة وهي التي دعمتهم، قوات الجيش وقبل ذلك البشير هم الذين صنعوا هذه صح، والدولة مخطئة والدولة أخطأت، والمواطن السوداني الآن يدفع ثمن صحيح هذا الأمر من وجهة نظرك. صحيح، الجيش كان هو الذي يحكم خلال هذه المرحلة وكان شريكين صحيح في هذا الأمر. صحيح، إذن الدولة مخطئة منذ البدء في تكوين الميليشيا، الدولة مخطئة في تعزيز قوتها وجلب مئات عشرات الآلاف من المقاتلين المدججين بسلاح العاصمة. ليس هناك دولة عاقلة يمكن أن تفعل ذلك مع قوات مثل قوات الدعم السريع تمكنها من مغارات الرئيسية والمناطق الاستراتيجية وتجعلها تحرس كل المناطق الاستراتيجية. هذه الغفلة دفع الشعب السوداني. لأننا ننفذ تماما من الوقت، هل معنى ذلك إن حسم الجيش هذا الصراع ويعني نجح في إنهاء التمرد لن يحكم السودان حتى لا تتكرر هذا الخطأ مرة أخرى وسيترك الحكم للمدنيين؟ بالطبع هو هذا ما يحدث، سواء أراد الجنرالات الجيش وهم يتحدثون عن تسليم الشعب السلطة بانتخابات عادلة ونزيهة في خلال العام. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا سيد عادل الباز الكاتب الصحفي السوداني، كنت معنا في الاستوديو، لك جزيل الشكر.